دشنت شركة الموانئ العراقية أول رصيف استثماري يبنى في ميناء أم قصر التجاري منذ عام 1979، وتقدر طاقته الاستيعابية بحوالي 350 ألف حاوية سنوياً، وهو مزود بأحدث تقنيات المناولة والتفريغ. بالنسبة لهذا الرصيف تم تدشين أول نظام سيميوليتر بالموانئ العراقية لمحاكاة السفينة إلكترونيا قبل وصولها إلى الرصيف، تم تدشينه في مبنى الإدارة الحالي لهذا الرصيف. هذا الرصيف بطول 208 متر وبعرض 35 متر وبعمق ركائز 30 متر. هذا الرصيف هو واحد من ثلاثة أرصفة تتولى تشييدها شركة فلبينية على مدى السنوات الأربع المقبلة بصيغة التشغيل المشترك مع وزارة النقل في الضفة الثانية من ميناء قصر التجاري، التي كانت تستخدم كمكب لمخلفات السفن وترسبات القناة الملاحية. هذا المشروع كانت أرض بور، أرض عبارة عن مكب لنواتج الحفر من نهر رقم واحد، تحولت إلى ميناء وراح يكون ميناء متكامل وبأحدث المتطلبات العالمية. وتخطط شركة الموانئ لرفع طاقتها الاستيعابية من الحاويات والبضائع خلال السنوات الثلاث المقبلة عبر إنشاء 35 رصيفا بمعايير ومواصفات عالمية. بحاجة إلى 35 رصيف قادم لنحقق عام 2018 قدرة استيعابية نستطيع من خلالها أن ندعم الاقتصاد العراقي. ما يجدر التنويه إليه لأن معظم أرصفة الموانئ العراقية تعاني من تقادم في بنيتها التحتية. انعكاسات هذا الرصيف الاستثماري في ميناء أم قصر بلا شك ستكون إيجابية على اقتصاد البلاد، سيساهم برفع الواردات السنوية للموانئ العراقية. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.